بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان في وجدان الأدباء مع دكتور مرزوق الشريف. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل، أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رمضان في وجدان الأدباء نقف وقفة مع الشاعر محمد حسن فاقي الذي أنتابه شعور باليأس لما اقترفه من آثام في الأيام الماضية التي عاشها ملبيا لنداء الغرائز والرغبات، ويتساءل هل يمكن شفاؤه مما أنهك قواه الجسمية والنفسية. ويتفائل الشاعر بقدوم شهر رمضان حيث يحل النعيم وتغشاه الرحمات، ففي قصيدته رمضان يقول: رمضان ما أدري ونورك غامر قلبي، فصبحي مشرق ومسائي، أأنال بعد مثالبي ومساوئي بك، منهما بعد القنوط شفائي، وبأنني سأنال منك حمايتي ووقايتي من معضل الأرزاء، ما أنت إلا رحمة ومحبة للناس من ظلم قسى وعداء. تذكر كتب التاريخ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المصلين لأول مرة في صلاة التراويح خلف إمام واحد في السنة الثانية من خلافته الراشدة، فقال أحد الشعراء: جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. أما الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في ديوانه قلب ورب نصح ألا يصوم لكبر سنه، فرد عليهم صادقا وقال: قالوا سيتعبك الصيام وأنت في السبعين مضنى، فأجبت: بل سيشد من عزمي ويحب القلب أمنا، ذكرا وصبرا وامتثالا للذي أغنى وأقنى، ويمدني روحا وجسما بالقوى معنا ومبنى، رمضان عافية فصمه تقا لتحيا مطمئنا. ويقول أيضا الشاعر أحمد شوقي في نفس المعنى: يا مديم الصوم في الشهر الكريم، صم عن الغيبة يوما والنميم. ويقول أيضا: وصلي صلاة من يرجو ويخشى، وقبل الصوم صم عن كل فحشاء. والشاعر عبد الله بن محمد القحطاني المؤرخ الأندلسي يقول ناصحا ومرشدا: حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان، لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البارية من له وجهان. ما إن يحين موعد الإفطار في رمضان حتى ينقض بعض الصائمين على طعامهم انقضاض النمر على فريسته، فيحش معدتهم بألوان عديدة من الطعام، وقد يأكلون في شهر الصيام أضعاف ما يأكلون في غيره. وفي ذلك يقول الشاعر معروف الرصافي وهو يصف بعض الصائمين الذين يتهافتون على الطعام غير مبالين بالعواقب: وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنته انهزام، إذا رمضان جاءهم أعدوا مطاعم ليس يدركها انهضام، ولو أني استطعت صيام ظهري لصمت فكان ديدني الصيام، ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام، فإن وضح النهار طوجياعا وقد هم إذا اختلط الظلام،
وقالوا يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام، وناموا متخمين على امتلاء وقد دجشؤون وهم نيام. فقل للصائمين أداء فرض، ألا ما هكذا فرض الصيام. ويقول الشاعر بدر شاكر السياف في ديوانه بمناسبة ليلة القدر، ويستنصر أمته ويحثها على الخروج مما بها من الذل والهوان. يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا. وكيف لا يغتدي نارا تطيح به قلب يرى هرم الإسلام منقلبا. يا ليلة القدر يا ظلا نلوذ به، إن مس نجاحم الرمضاء ملتهبا. ذكراك في كل عام صيحة عبرت من عالم الغيب تدعو الفتية العربا. يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا نورا أضاء لنا قاع السماء فأبصرنا مدى عجبا. تنزل الروح رفافا بأجنحة بيض على الكون أرخاهن أو سحبا. عطف الأمومة في عينيه متقد، وإن يكن للتقاة المحسنين أبا. وللملائك تسبيح وزغردة تكاد رناتها أن تذهل الشهبا. ومن شعر عمر بهاء الدين الأمير في رمضان في ديوانه قلب ورب في قصيدة الصيام الغذاء: جدد حياتك بالصيام، فبالصيام غذاء روحك. داوي الذي تشكو بتقوى الله طبر من قروحك. واغنم أوقات التجلي في الطريق إلى نزوحك. اشح سموك عن حياة اللغو وادأب في طموحك. وارق الذرى ودع الثرى طال المقام على سفوحك. ويقول في ليلة القدر قصد نشوة القدر: ما نبى سيفي ولا ظهري أبا، مذ اتخذت الله فذا مأربا. توجهت إلى كرسيه أرمق العرش وتقديس ربا. مسلما جسمي وروحي للسنا وخلاياي تعيش طربا. غمر الأكوان بالنشوة في ليلة القدر سموا مجتبى، وتجلى النور في قلب رضا فاض إنعاما وأسدى وحبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا الله القيوم، يا الله الواجد، يا الله الماجد، يا الله الواحد، يا الله الصمد، يا الله القادر، يا الله.